من الواضح أن الأسباب التي عطلت سير عجلة الكرة الإفريقية إلى الأمام كثيرة ومتعددة، لكن أن يتسبب أفراد ينتمون إلى القارة السمراء في كبح عجلة التقدم فهي الخيانة بحد ذاتها. رئيس الاتحاد الكاميروني وأحد الأسود التي حكمت أوروبا لسنوات سامويل إيتو، وبعد فوزه بالتحدي الذي خاضه مع رئيس الفيفا إنفانتينو ورئيس الكاف باتريس موتسيبي وعدد من الأسماء التي وقفت ضد تنظيم الكاميرون للطبعة المقبلة للكان في وقتها المحدد، فجر مفاجأة من العيار الثقيل عندما قال وبصريح العبارة: الأمر المخجل في الموضوع هو أن ثمة أطرافا إفريقية متعاونة مع من قاد حملة مغرضة لتأجيل الكان. Comment on nous a toujours traités, nous sommes les moins que rien, alors nous devons subir, qu'on nous dise clairement les choses. Mais je dis encore, ce qu'il y a de difficile dans cette façon de faire, c'est que certains Africains sont encore complices. عند الحديث عن الخيانة فلا يذهب عقلك بعيدا. أطراف أكدت تورط الاتحاد المغربي بقيادة فوزي لقجع في عملية إسقاط تنظيم الكان من الأيادي الكاميرونية وتأجيلها إلى موعد لاحق قبل أن تسقط خطة لقجع الذي يفشل وللمرة الألف في تحطيم الكرة الإفريقية. نفس الأطراف اتهمت رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة في الضلوع بمن وصف بالخيانة. إذن الكان في الكاميرون رسميا، من أراد الفوز بالكأس فلا يتحجج بالمكان والزمان، وعليه فقط أن يقف شامخا ضد أي قرار، لأنه وببساطة حين تجري وراء حلمك بإرادتك ستسبق الجميع ولو كانت انطلاقتك من العدم.